في إشهار هذا الزواج. رغم المعاناة والقصف والشهداء والمصابين، استأذننا من مرضانا في هذه الدقائق لإشهار هذا الزواج والذي أجل أكثر من عدة مرات، آمنين بانتهاء هذه الحرب لتكون الفرحة شاملة للأسرتين. لكن لا نقول أننا فقدنا الأمل، لكن نحن نأمل قريبا إن شاء الله أن يتم الخير في هذه البلاد وأن يتم وقف هذا العدوان. العريس ثائر غازي الدبش، وهو أحد المتطوعين في مستشفى الشفاء قسم العناية، والعروس أسماء محمد جبر، والتي تم خطبتهما في شهر 7 الماضي، وتم تحديد موعد الزواج 15 من نوفمبر. لكن هذا طبعا كان له التاريخ له معنى لديهم، حيث أن هذا هو يوم الاستقلال أو عيد الاستقلال الذي نحتفل به كل عام. لكن مع بداية الحرب واستمرارها وانتظارهم هذا الوقت الطويل، أثرنا أن نعلن هذا الزواج المبارك، على الرغم من أن العريس والعروس لا يملكون بيوتا والتي استهدفت خلال هذه الحرب، وأغلب عائلة العروس نازحين في الجنوب. وربما أعتبر نفسي وكيلا عن العروس وعن العريس أيضا، فإننا نعلن رسميا هذا الزواج الميمون، العريس ثائر الدبش والعروس أسماء جبر، دون مراسم كما عهدنا عندما يتم زواج لأيام حج الصالة وأفراح ووليمة وغيره. كل هذا اختصرناه على هذه الدقائق. طبعا ليس لتخفيف تكلفة، لكن هذا هو الوضع. استأذننا من مرضانا، واستأذن العريس والعروس من المرضى ومن زملائهم بهذه الدقائق، ونحن لا نستطيع أن نقدم أي شيء للعريس أو العروس، إلا بما أنني مديرهم نعطيهم إجازة لمدة يومين، إلا إذا في حدا من الشباب يتبرع بأيام يعني يشتغل مكانهم ويتواصل. طبعا مع العلم أنهم زواج دون بيت أساسا، سوف يكتملوا حفل زواجهم اليوم في مركز الإيواء الذي فيه عائلتهم. أنا الحكيم ثائر غازي الدبش، عملت كمتطوع من بداية الحرب في مجمع الشفاء الطبي لنخدم أهلنا المرضى والمصابين دائما من أبناء شعبنا. طبعا إحنا كان مخطط لحفل زفافنا في منتصف نوفمبر الماضي، تأجل بسبب الحرب اللي بدت في قطاع غزة، تأجل أكثر من مرة، وكنا نأمل أنه يكون طبعا الوضع أفضل من هذا الوضع طبعا في حفل الزفاف، لكن شاءت الأقدار وأجت الحرب يعني، وقررنا أنه برضو ننطلق من مكان رسالتنا الإنسانية لنطلع يعني أو نعلن زفافنا من داخل مكان عملنا، نوصل رسالة العالم أنه إحنا شعب يعني بحب يعيش، وإحنا متحملين وما زلنا نمارس يعني واجباتنا الإنسانية تجاه المرضى والمصابين. طبعا مراسم الزواج منقوصة دائما بسبب الحرب، أولا أهالينا المبعدين للجنوب قصرا، وبسبب الدمار اللي حل فينا وفي بيوتنا وفي أهلينا، والحمد لله رب العالمين على كل حال. الزواج استثنائي حقا، كان قرار صعب جدا، ولكن زي ما حكى ثائر احنا شعب بنحب الحياة، بنحب نفرح ونصنع الفرحة بأنفسنا حتى لو كان هذا الشيء صعب. طبعا وجود أهلي اليوم أنا بفتقده كتير، ولكن الحمد لله هذا قضاء الله، الحمد لله دائما. لا نهائي ما كناش نتوقع، والشيء صار رغما عنا، ولكن كما قلت لك أن الحمد لله رب العالمين.